السلام عليكم يا صحابي، وحشتوني اول ما جالشين ما شفته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صحابي، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي، ومعلماتي وحشوني قوي. هنبدأ نلعب بالألعاب اللي جوه الخيمة. نلعب بالكورة. اول حاجة نلعب بالكورة. ودلوقتي هنلعب بالبرازيل. عامل ايه؟ كويس. عامل ايه؟ الحمد لله بخير. وانت؟ الحمد لله برضو بخير. يلا نبدأ نلعب بالزحليقة او نلعب اي حاجة. نلعب. ودلوقتي هنتزحلق. يلا نلعب لعبة كمان. ايه هي؟ هقول لك دلوقتي. نلعب انت ليه؟ وي 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 وي. وان شاء الله الفيديو اللي احنا عملناه يعجبكم.